في تجربة تعتبر الأولى من نوعها، تم زراعة الأرز البسمتي ونجاح حصاد كميات منه بعيدا عن حقول الأبحاث والتجارب، وتم الحصاد بأعلى جودة، ده غير العمل على استهداف توفير آلاف الأمتار من المية وكمان تحقيق الجانب التجاري لأول مرة. طبعا عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع، معانا على التليفون دكتور حمدي الموافي رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاجية الرز. صباح الخير عليك يا دكتور. اهلا، صباح النور، صباح الفل عليكم وعلى المشاهدين. الله يكرمك. دي كانت اول مره نزرع فيها رز بسماتي؟ لا، هو مش اول مره، احنا بقالنا بحوث، احنا بدانا فكره البسماتي من سنه 2001 بالتعاون مع مركز الابحاث الهندي الاي ار اي ومعهد بحوث الرز الدولي الايري لتطوير اصناف وهجن الرز البسمتي. تمام. طبعا احنا كنا بنزرع صمت مستورد، كنا مستوردين من بره، اسمه الياسمين المصري، لكن ما كانش عليه اقبال طول عمره، احنا اللي سميناه بقى الاعلى للميه. لكن احنا مصريا بقى بدانا نطور الرز البسمتي في 2001 لحد في 2008 تم التوصل إلى العديد من الأصناف والهجن المصرية البسماتي المتفوقة محصوليا، واللي بتتحمل ندرة المية إلى حد كبير جدا، متفوقة محصوليا على الأصناف الهندية والباكستانية. بمعنى أن الأصناف الهندية والباكستانية كانت عندنا بتجيب 2.5 طن الفدان، ديت بتجيب 4 طن الفدان، والهجن وصلت لأكثر من 5.5 طن الفدان. طبعا احنا في عام 2014 تم تمويل مشروع لتطوير انتاج الرز السوبر والهجين والبسمتي بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كتمويل ومركز البحوث الزراعية. والحقيقة في عام 2018 حققنا أكبر إنجاز بتسجيل أصناف مصرية سوبر عالمية قدرت تتخطى الإنتاجية وتوفر مية بدرجة كبيرة، بدل من 5 و6 آلاف من الأصناف دي، دي مصرية وصلت ل4 آلاف. دي بتاعتنا بقى دكتور حمدي، مية منها سوبر 300 و301 و2 و3 وأصناف مبكرة، وحققنا فيها إنجاز ووصلنا فيها الإنتاجية متفوقة. طبعا اللي خلانا بقى مهتمين بالبسمتي إن إحنا عندنا أصلا مشكلة كبيرة، ان احنا بنستورد، طبعا عندنا اكتفاء ذاتي من الرز في الاصناف بتاعتنا المتفوقة، انتاجيتها عالية، وفي نفس الوقت عندنا اكتفاء ذاتي منها، بننتج اكتر من 6.5 مليون طن رز شعير. احتياجاتنا احنا يعني برضه حوالي فوق 4.5 مليون طن رز ابيض، احتياجاتنا 3.3 مليون طن رز ابيض، يعني عندنا فايض من الرز الطبيعي بتاعنا، لكن احنا بنستورد رز بسمتي من 200 ل 300 مليون دولار سنويا لتلبيه احتياجات المطاعم والفنادق والكلام ده كله، بنستوردها من البيوت كمان، احنا بينا بنستخدمه باستمرار والكلام ده كله، بتكلفنا كتير من العمله الصعبه. طب احنا دلوقتي سجلنا اول صنف بسمتي مصر اللي هو جيزه بسمتي 201 وهجين بسمتي 11 بالقرار الوزاري 1115 لسنه 2018، انتاجيه الجيزه بسماتي بتوصل لاكثر من 4 طن، وانتاجيه الهجين بتوصل اكثر من 5.5 طن. فبدانا بقى نحاول التداول التجاري. طبعا احنا عندنا المضارب العاديه اللي بتضرب الرز العادي وكفائتها عاليه، لكن ديت محتاجه مضارب خاصه وبسيطه جدا. والحقيقه السنه دي بقى اول انتاج للاساس للرز البسمتي للتداول التجاري عند المزارعين. كل اللي نحتاجه ان احنا محتاجين 100,000 فدان نزرع فيها البسمتي، نكتفي ذاتيا وتكفينا اصلا لو نصدر حوالينا للدول العربيه. وتغلبنا على مشكله احتياج الرز البسمتي لمساحات واسعه من الميه او لكميه كبيره من الميه؟ طبعا بستك دلوقتي استهلاك الرز البسمتي الاصناف ديت اختيرت خصيصا لتحملها لنقص الميه، ما بتحتاجش اكتر من 4000 متر مكعب ميه، بينما الاصناف الثانيه كانت بتاخد 7000 و8000 متر مكعب ميه، ده اقل احتياج ماء. يعني بتتزرع دلوقتي جنبها جنب المحاصيل الجافه، ما عادش بالنسبه للرز احنا طورنا التركيبه النباتيه
بالاشتراك مع زي دول العالم عملت في الصين وكده وتفوقنا. مصر بتحتل المرتبه الاولى في انتاجيه. تمام، ده مهم جدا كمان يا دكتور ان يكون في اصناف مسجله باسمنا، وده ما فيش شك انه هينعكس على سعر الرز البسمتي في السوق. شكرا جزيلا دكتور حمدي الموافي، رئيس المشروع القومي لتطوير انتاجيه الرز.